العديد من المنتجين الجزائريين في الطبعة 31 من معرض الإنتاج الجزائري، التي كانت فرصة لهم لترويج منتجاتهم وخدماتهم. هذا العام رانا سبونسور اكسكلوزيف تاع طبعة 31 لمعرض الصناعة الجزائرية، وهذا لإثبات يعني التزام الشركة في المساهمة في تطوير الاقتصاد الجزائري. هذا العام كما كل عام يعني شركة بيريس تغتنم هذا المعرض وتقدم فيه عروض يعني ترويجية للمواطن الجزائري. رانا دايرين دي بروموسيون على كامل لاغام الكتروميناجي بنسبة واحدة من 3000 حتى تلحق حتى 20000 دينار في سارتان برودوي. المشاركة تاعنا في هذا الطبعة 31 من معرض الانتاج الوطني لمجمع جيتاش، دائما حاضر في هذا المعرض لي يعني نكونوا حاضرين بالمنتوجات الجديده اللي صنعناها خصيصا للجمهور العارض في جميع يعني بالنسبه للجلود حتى النسيج، يعني خاصه يعني المنتوج الجديد. يعني انا هنا في طبعه 31 تاع المنتوج الجزائري في الجزائر العاصمه فلاسافيكس اللي راهي ندير ان شاء الله من 14 حتى ل 24 ل 23 ان شاء الله ديسمبر. بالنسبه ليا رانا نا بارتيسيبي ا بليزيور ايفينمون او نيفو ناسيونال، هذا المعرض رقم واحد تاع برودكسيون ناسيونال على المستوى الوطني، وين يجيو بزاف بزاف لي فيزيتور وين يعطونا الاراء تاعهم بارابول نوفيل كوليكسيون، نقدموا لهم كاع لي ديرنيير طوموس المنتوجات تاعنا، وسيرتو سيرتو نسمعوا من عندهم كاع الصوالح اللي يهمونا بارابور لي زاطونت اللي راهم يستناو في المنتوج تاع بابيلا. هذه شركه عائليه مصنعه وتخدم تحويل الخشب في مدينه باتنا. الفكره جاتنا بعد بعض التنقلات البعض الدول المجاورة، هزينا الفكرة والولاد تعلموا الفكرة هذه وعادوا يخدموا، ولينا دخلنا المشروع هذا لهنا للجزائر باش ندعموا الاقتصاد الوطني. وعرفت الطبعة أيضا مشاركة أصحاب الحرف التقليدية، وذلك بهدف الحفاظ عليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الجزائرية. نحن مع البرودكسيون ناسيونال يعني الانتاج الوطني كمنتجين جزائريين ساهمنا في هذا المعرض، والحمد لله يعني تلاقينا بالجمهور تاعنا بالمواطنين اللي باش نعرفوهم بالمنتوجات تاعنا الجزائرية. رانا متواجدين هنايا في المعرض نعرفوا بالمنتوجات للترويج المنتوج الجزائري التقليدي كأولا، وثانيا تعريف بالحلويات بدون جلوتين، يعني زرع أمل بسيط كما قولوا في المرضى السيلياك باللي تقدروا تاكلوا كلش، الحمد لله متوفر كلش، يعني كما قولوا تشجيعا لاتباع الحمية. تواجدنا هنايا في الطبعة هذه مشاركتي ثانية في هذا المعرض، معرض الوطني كل سنة شارك فيه، هذه مشاركتي ثانية. مشاركة بالنسبة لي معرض الإنتاج الوطني يعتبر يعني المرة الثانية اللي نشارك في هذا المعرض، وبطبيعة الحال نحن رانا منخرطين مع الحرفيين، وكما على بالكم كاين بزاف تخصصات بالنسبة للحرف، ويعتبر الحلي التقليدي هو حلي من الثقافة تاعنا ومن التراث الجزائري، ويعتبر يعني جزء ما يتجزأ من نقدر نقولوا الثروة الوطنية. الطبعة لاقت استحسان المواطنين الذين عبروا عن فخرهم بما أنتجه أبناء بلدهم. الطبعة هذه رائعة، ثقفت فيها، شفت شركة تاع سونار غاز، شفت على تلفزيون، شفت الأسلحة، يعني بالنسبة لي نقيمو نعطيو 20/20. دونك جو مسوي انتريسي بهذا ليفانمون، جيت باه نشوف واش كاين ديزوبورتينيتي، واش كاين كوم برودوي الجزائريين بالك ما كناش عند بالنا بيه ولا. دونك سي بور سا جيت هنا، يعني بصراحة يعني أنا راضي بالمنتوجات اللي شفتها، وزدت شفت حوايج ما كنتش عند بالي أصلا بلي نخدموهم، مام لي بري كاين دي بري ملاح. أنا نفتخر إن شاء الله بالمنتوج الوطني أولا، وشركة راهي الجزائرية راهي في القمة ما شاء الله، هذه بلا ما نغطيو
احنا شعب جزائري تعود باللي يعرف لي برودوي غير تاع لابورطاسيون. الحمد لله اليوم رانا نشوفوا المنتوج الوطني بقوه ما شاء الله. اسعار تنافسيه سبحان الله. رانا نشرو برودوي ارجيريا يشد لك وخير من تاع لابورطاسيون ما شاء الله في هذه النقطه. الطبعة التي دامت من 14 إلى 23 من الشهر الجاري تأكد من خلالها من حضرها أن الأيادي الجزائرية قادرة على الإبداع، وأنها تستطيع إنتاج منتجات لا تقل جودة عن المنتجات الأجنبية.